دمية من مدينة سرت. ينضم معي على الهواء مباشرة موفد قناتنا إلى مدينة سرت أحمد جمعة. بداية أهلا بك وأطلعني عن آخر المستجدات العسكرية والأمنية وأيضا الخدمية. نعم أخي منذر، تحية مسائية طيبة لكم مشاهدينا الكرام. كما ترى من خلفي أجواء صيفية جميلة جدا في مدينة سرت، والوضع الأمني في المدينة ممتاز جدا. تعاون أمني بين الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، الدعم المركزي والإدارة العامة للبحث الجنائي وجميع الأجهزة الأمنية ومديرية أمن سرت تقوم بضبط الأمن داخل المدينة ولا وجود لأي اختراقات أمنية، والأمور الأمنية ممتازة جدا داخل مدينة سرت. أما بالنسبة للوضع الخدمي، اليوم صباحا اجتمع عميد البلدية مع لجنة مكافحة فيروس كورونا وناقشوا الأمور المهمة الخاصة بهذا الموضوع. كما نعلم أن مدينة سرت لا يوجد بها جهاز كشف تحاليل البي سي آر، ناقشت اللجنة مع المجلس البلدي ضرورة توفير هذا الجهاز. وكما نعلم أن في الفترة السابقة تم تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا بمدينة سرت قادمة من خارج المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص هذه الحالة. أيضا المجلس البلدي كتب مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء وضرورة توفير السيولة في مدينة سرت. وكما نعلم أن عيد الأضحى المبارك قرب على البدء، والأمور الأخرى بمدينة سرت تسير على ما يرام، والأمور ممتازة جدا. نعم نعم أخي منذر. نعم شكرا لك موفد قناتنا أحمد جمعة، كنت معي على الهواء مباشرة من مدينة سرت.